How to recite Surat Quraysh. It was named after the tribe of Quraysh. It's the chapter number 106 in the Holy Quran. It's composed of 4 verses, 17 words, and 73 letters. It was revealed in Mecca. Here are some suggested translations of the chapter's meaning. Recitation step by step. أعوذُ بِاللهِ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله بسم الله بسم الله الرح بسم الله الرح رحماني رحماني رحمن الرحيم رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لي إي لي إي لا في لا في لي إي لا في قريش قريش لي إي لا في قريش لإيلاف قريش إي لا في هم إيلافهم رحلة تا رحلة شي تا إي شتاء رحلة الشتاء والصيف والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وعيوة
ما ن هم آمنهم من خوف من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف.